ويلتحق بنا من الرياض الخبير الأمني والاستراتيجي العميد حسن الشهري. أهلا بك سعادة العميد معنا. كيف تابعتم المحادثات اليمنية في الكويت حتى هذه الساعة؟ شكرا لك، تحية لك وللمشاهدي القناة. نحن منذ البداية كنا متفائلين بنجاح الأمم المتحدة وبدعم من الدول التحالف وبدعم عالمي أيضا، مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلس التعاون، بما في ذلك مجلس الوزراء السعودي، كانوا كلهم يحثوا على تسارع الخطى باتجاه السلام، وهذا المطلب الأساسي في اليمن وما يحقن الدماء اليمنية. تلكى الحوثيين في البداية، ولكن كما قال سعادة العميد قبل قليل العميد أحمد، أنه ننظر إلى أيضا لحضورهم العدد نقطة إيجابية، وإن كانوا بدأوا أيضا بتلكهم من خلال الاعتصام والمطالبة بالتغيير على أجندة المباحثات، ولكن كان موقف الأمم المتحدة صلب. نعتقد أنه بتطبيق الخمس نقاط المتفق عليها من جميع الوفود التي تأيدها المنظمات الدولية والمحلية على رأس التحالف الانسحاب وتسليم أسلحة، استعادة العملية السياسية من حيث توقفت، عودة الحكومة واستعادة هيبة الدولة، هذا المهم جدا لما نبدأ في التنمية. أنا أعتقد أنه دول التحالف ستلقي بثقلها لتأييد هذا الاجتماع، وحتى وإن استغرق من الوقت الطويل، وأنا أتمنى أنه يخرج من قصر بيان إيجابي لهذا العملية. نعم، كما قلت أنت أن القرار 2216 هو الذي سيتم يعني، لكن انسحاب الحوثيين من المدن ومنها صنعاء وتسليم الأسلحة، هل الحوثيين لديهم هذه الرغبة في هذا الحل والطريق إلى السلام؟ الحوثيين ليس في أيديهم شيء، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي لديها القرار ومنصة القرار أن تضغط وبقوة على إيران. القرار في طهران وليس في مران. علي عبد الله صالح أيضا لا زال في يديه أوراق للضغط، لا زال لديه قوات في الحرس الجمهوري، لا زال لديه أدوات يحركها من بعض المتنفذين وبعض من يسعون إلى أمور سلبية. أيضا القاعدة وداعش في يديه ويعمل لتخريب الوضع تقريبا. أعتقد أنه الحوثيين أدركوا الآن أن مراهناتهم السابقة مع علي عبد الله صالح ومع إيران والأمم المتحدة وقفت بشكل الآن معلن، لم تكن كذلك في السابق، أصبحت الرهانات خاسرة في نظرهم، وأعتقد أنه يجب أن يعملوا من أجل وقف سفك الدم اليمني وإعادة الهدوء والسلام إلى اليمن. اليمن يتسع للجميع، والعالم ينظر إلى السلام في هذه المرحلة. المملكة العربية السعودية تقود هذا التحالف من أجل السلام وليس من أجل تدمير اليمن. نعم، أشكرك، كنت معنا من الرياض العميد حسن الشهري الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.